مساء الخير واهلا بيكم في لمة حلوة جديدة. النهارده يوم السبت 19/8. قبل ما اقدم لكم الفقرة هرحب بزميلتي نرمين. نرمين عاملة ايه؟ ازيك يا نادين، عاملة ايه؟ وخليني ارحب بالسادة المشاهدين، وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده عايزة اقول لكم فقراتنا مميزة جدا. طبعا احنا معانا الفقرة الأولى، هخلي نادين هي اللي تقدمها، وبعد كده الفقرة اللي بعدها هتكون مع ميزو وأوشي، ومعانا يعني أطباق دسمة جدا، وطبعا الفقرة الأخيرة هتكون الفقرة الطبية. ايه نادين، خلينا نقول لهم عن المفاجأة بقى. ايوه، فقرتنا الأولى هي فقرة بنت بميت راجل. هي كاتبة قررت ان هي تستخدم موهبتها في ان هي تجسد المعاناة اللي للأسف الست او البنت المصرية بتضطر ان هي تقابلها في حياتها. النهاردة معانا الكاتبة الشابة اية عز الدين، اللي كتابها مراجل بنت بميت راجل اثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. ايه هلو، ايه ايه عرفينا بنفسك الاول. عاملين ايه؟ كله حلو، كله حلو الحمد لله. طبعا انا مبسوطه اول حاجه ان انا معاكم بجد جدا. انا ايه عز الدين، عندي 35 سنه، مش باين شفتي، وبقول سني عادي جدا. مش متزوجه ولا اعول. بكتب بقالي 3 او 4 سنين تقريبا، بشتغل مدير التسويق في مول من المولات. بس مالي، انا بحب الكتابه قوي يعني. انا بس الكتابه دي واخده هوايه يعني، حاجه على جنب. ابتديت تكتبي امتى؟ احتراف ولا اكتب عامه قصدك؟ ابتديت تكتشفي موهبتك امتى وبعد كده تحترفي الكتابه امتى؟ موهبتي اكتشفتها من وانا في ثانويه عامه تقريبا. اوكي، وكانت بالصدفة البحتة يعني، يلا نكتب حاجة في 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 كوركوام انجلش، يلا نكتب حاجة مقال بالانجلش، مش عارفة ايه. من هنا اكتشفت ان انا بعرف اكتب يعني، او ان انا بحب الكتابة، لان انا طول عمري بحب القراية عامة، واكتر بحب اقرا ادب، بحب اقرا الروايات. حاجات تقيلة، يعني انا مقفله حاجات كتير قوي خلاص. ايوه، خلينا نخش طبعا على الكتاب المهم اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا واثار جدل كبير قوي مع الستات، مراجل. مراجل، امراه بميت راجل. عايز اعرف بس، عشان كلمه مراجل دي عليها برضو جدلين، يعني اللي يقول لك مراجل دي اللي هي جمع رجال، او يقول لك ما راجل يعني ما فيش راجل، او ان هي النص بتاعها الاول ست او المراه والجزء الاخير الراجل. فاحكي لنا كده، الاسم ده جالك منين والتفاصيل بتاعت القصه نفسها؟ طيب خليني اقول لك حاجه. انا لما ابتديت اكتب الكتاب ده، انا قعدت بكتبه تقريبا حوالي سنتين. هو الكتاب ده عباره عن 26 فصل، كل فصل بيحكي قصه حقيقيه انا شفتها وعشتها، وقعدت مع صاحبه القصه دي وحكت لي تفاصيل القصه. 26 فصل، 26 يعني ست. مع 26 قصة، 26 قصة، كل قصة فيهم بتناقش حاجة معينة، العنوسة، الطلاق، الست المطلقة عامة، الخيانة الزوجية أو الخيانة في المطلق، كل شيء بيتعرض ليه الست عامة، كل حاجة، كل حاجة، حتى لدرجة الستات اللي بيشتغلوا في البيوت، اللي بيصرفوا على أولادهم، الرجالة اللي بتسيب زوجاتهم، الست اللي البنت اللي بتنزل تضطر انها تشتغل تصرف على نفسها وعلى بيتها. من هنا جات لي الفكرة ان انا عندي متمردة جدا. انا يعني متمردة، انا لاحظت ان انتي يا آية متمردة جدا، واللي هو يعني اخدتي 26 قصة ب 26 ست، ده 26 قصه. بس واضح ان الستات مقصرين معاكي جدا، وان انت يعني برضو مش عايزين نظلم برضو الرجاله يعني. لا لا خالص، على فكره انا عايزه اقول لك في رجاله كتير جدا محترمه، وفي رجاله كتير ينفع تتحمل مسؤوليه. وانا شخصيا اقرب ناس في حياتي رجاله، عشان تبقي فاهمه، وعادي جدا برضو هم الناس بتقول لك انت مليانه متناقضات. يعني منين مثلا ممكن يكون اقرب الناس في حياتك رجاله، ومنين انتي بتدافع عن الستات وعن مشاكلهم؟ طب ايه، في ناس كتيره قوي بتقول انه الست الناجحه والمستقله بحياتها وناجحه في شغلها وعندها مستقبل باين قوي، ان هو مستقبل باهر يعني، دايما بيقولوا عليها ان هي مش كويسه، او انه اخلاقها. بصي ضحكتي ازاي؟ لا، بس دايما ان اخلاقها وحشه، او فاهمه يعني مفيش تربيه. ما هو ده عقم، ده تفكير عقيم، مفيش حاجة اسمها في الدنيا كده. بس ايه اللي خلى المجتمع يفكر كده؟ عشان احنا
احنا بندعي ان احنا متمدنين ومتفتحين، لكن احنا مش متفتحين ولا متمدنين. يعني انت بتقعدي تقولي ان انا متفتحه فكريا وانا اوبن مايندد وعادي، والراجل يقعد يقول لك انا ما عنديش مشكله الست تشتغل، وما عنديش مشكله الست تبقى مش محجبه، وعايز واحده مستقله بذاتها وواحده شخصيتها قويه، لكن هو في الحقيقه بيخاف من كل ده. ليه بيخاف؟ علشان هو ما ترباش على كده، عشان هو مامته ده بيرجع للتربية. يعني أنا مثلا من الحاجات اللي بتستفزني جدا إن أنا الأم اللي بتبقى عندها ولد وبنت، البنت دايما قومي اعملي لأخوكي الغداء، قومي هاتي أخوكي المكوى، أخوكي عاوز يشرب مية. ما قلتش ابنها إن هو يعتمد على نفسه بس، لا هو بيه، هو بيه. لا هو بيه، بس هو التصحيح برضو لكلمة إنه الراجل لما بيشوف الست بتعتمد على نفسها إن هي مش محترمة، هو أنت علقتي قلتي انه الراجل بيخاف من الست الذكيه. طبعا بيخاف من الست الذكيه. الست الذكيه بتخوف رجاله كتير. ليه؟ مش الذكيه بس، الست الناجحه عامه. الست ما هي الست اللي شخصيتها قويه، الست ناجحه وبتفكر دماغها طول يعني الوقت شغاله، هو طول الوقت عايز واحده غبيه مثلا. مش غبيه، هو عايز واحده تابع. عايز واحدة دايما كل الرجاله عايزين في الاخر تابع، مش دايما يقول لك ايه حاولي تبقي مكسوره الخاطر، تبقي غلبانه شويه علشان خاطر الراجل بيحب الست اللي تطلب منه. يعني كدا. يعني مثلا فور اكزامبل، انت مثلا لو مرتبطه بواحد وعربيتك عطلت في الشارع ونزلت انت روحتي مغيره فرده الكاوتش، او انت اللي روحتي صلحتي العربيه وتصرفتي، بالنسبه له الموضوع هيبقى يضايقه جدا، هتبقى حاجه مهينه، وهتلاقي ناس بتلوم عليكي انت ازاي ما تكلميهوش. طيب يعني المفروض ان هي اللي تبدا تكلمه مثلا تصالحه مثلا، وفي نفس الوقت تقول ايه طب ما دي مسترجله. طب هي كده مش هي مستغنيه، هو انا مش فارق لها. لا على فكره هو انا لا، هي الست اللي دايما بتعتمد على نفسها برضو اكيد محتاجه راجل، بس بتبقى محتاجه الامان. صدقيني اي ست في الأمان. الدنيا خلقها ربنا محتاجه راجل، زي ما اي راجل في الدنيا محتاج لست برضو. محتاج ست صح. واوعي تفتكري ان احنا مبسوطين بان احنا نبقى ستات اقوياء ب 100 راجل بنشتغل وبنخش في الدنيا بصدرنا وما بيهمناش حد، وان لا لا خالص، احنا عاوزين نتجوز وعايزين نبقى امهات وعايزين نكون بيت، بس الفكره هكونه ازاي؟ ما هو ربنا خلق الراجل ذكر وانثى، ذكر وانثى يكملوا بعض ويرجعوا لبعض، بس الا لو في حاله انه مثلا بنت اضطرت انها تعيش لوحدها، اعتقد ان دي لازم ان هي فعلا تعتمد على نفسها ومفيش اي حاجه تعمل. انا عشت لوحدي على فكره 5 سنين وتمردت على المجتمع جدا في وقت من الاوقات، وجات لي شغله فرصه شغل في الغردقه، ورحت عشت من عمري 5 سنين وكان عادي جدا ومفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه اتقيت، وما همنيش نظره الناس ولا نظره المجتمع، لان انا في النهايه اللي هعمله وانا في بيت اهلي وهرجع الساعه 6 بعد الظهر انا ممكن اعمله وانا لوحدي. وانا لوحدي. طب ايه انت رقيبه على نفسك بالظبط. ايه انت قلتي دلوقتي انه الست ابتدت تستقل وابتدت ان هي تدخل في الدنيا بصدرها وما يهمهاش اي حد وكل ده، هل ده بسبب انه ما بقاش فيه زي ما بيقولوا ما بقاش فيه رجاله؟ نادين انت متحامله على الرجاله قوي. لا 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 بس انا عايزه في رجاله يا جماعه. لا بس انا عايزه اعرف بالنسبه لك الراجل ايه؟ يعني ايه اللي بيكون فكره الراجل عامه؟ ايه اللي بيكون فكره الراجل؟ الراجل لو راعى ربنا في الست اللي معاه يراعيها، يعني يراعي ربنا، مش لازم بس فكره الدلع واكلتي وشربتي ولا ان انا اصرف عليكي بس وان انا اديكي فلوس، لان في رجاله بالنسبه لهم الاهتمام والحب ده بان انا اديكي فلوس، يعني ان انا بجيب لك لبس، باكلك، بشربك، بخرجك، بفسحك. لا خالص على فكره. اللي انا مش محتاجه ده، انا محتاجه راجل، محتاجه راجل يبقى قد المسؤوليه، راجل لما انا اتعب ابقى عارفه ان في ظهر ان هو يسندك، راجل يحترم ان انا ست، وعلى فكره الراجل اللي يحترم طموح الست ويدعمه ويقف في ظهرها لحد ما تنجح تستمد طاقتها منه. يعني المفروض انه الست تستمد طاقتها، مش لازم دايما وطموحها منه. بالظبط، مش لازم دايما يبقى الجمله بتتقال انك وراء كل رجل عظيم امراه. لا ممكن يبقى وراء كل ست عظيمه راجل برضه، ومش صح؟ عيب، ومش هيقلل منه. الاثنين بيكملوا بعض يا ايه. طيب ايه انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا جادلنا مع بعض بره في, في اسم كذا فصل كده، فكلمينا اللي هو ايه يعني ارجوك اتحرش بيا، انت كتبتي كده في الكتاب. لا لا لا. عايزين نعرف يعني ايه برضه عشان بس نصلح الناس اللي قريت الكتاب. في فصل في الكتاب اسمه شريكي في الانسانيه ارجوك اتحرش بيا، ده اسم الفصل. طب عايزين نعرف بس المقصود ايه عشان بس نصلح. العشر للتحرش الناجح. ده بس ده انت اخده بشكل ساخر صح؟ طبعا هو سخريه. انا عامه بحب اكتب باللغه العاميه ادب ساخر.
انا ما بحبش اكتب بحاجات تقيله، اولا لان الناس ما بقاش عندها الطاقه انها تقعد تقرا لغه عربيه فصحى حلوه. انت بتوصلي للناس عن طريق اللغه البسيطه اللي توصل لاي حد بالظبط. وفي نفس الوقت الناس ممكن توصلي المعلومه اللي انت عاوزاها بالضحك. يعني انا ما بحبش عامه النكد، يعني انت ممكن توصلي كل حاجه انت عايز توصليها للناس بان انا اقرا حاجه لطيفه تضحكني. ما خدتيش انتقادات على الاسم الفصل ده؟ يعني انا خدت انتقادات طبعا، بس ما حدش يقدر يجي يقول لي انتقاد واضح وصريح لانه ده بيحصل في المجتمع. هو انت ما بتتعرضيش كل يوم سواء للتحرش اللفظي او الجسدي في الشارع، ولو ما تعرضتيش للتحرش الجسدي عشان انت قاعده في عربيتك هتتعرضي للتحرش اللفظي، للنظره، النظره الغلط دي تحرش. يعني طب حضرتك انت شايف ايه؟ وبعدين ما تجيش تقولي بقى ايه اصل هما بيتحرشوا عشان خاطر انت مش محجبه او انت لابسه لبس ملفت، لا معلش هما بيتحرشوا باي حد. البني ادم الراجل بلاش اقول راجل يعني متحرش عامه. المتحرش ما عندوش اي رجوله، ما بيفكرش ست ولا راجل. يعني سوري ما بيفكرش محجبه ولا مش محجبه. يعني لو واحده ست كبيره وبحجاب انا بشوفهم بيعكسوها في الشارع، طب دي ست كبيره وبحجاب، انا امي تنزل الشارع ممكن تتعاكس، ست كبيره وبحجاب. ويعني الموضوع مش موضوع انت لابسه ايه او عامله ايه. وبعدين ليه هو في مصر بس اللي بيتحرشوا؟ ليه لما بتسافري بره بتبقي مفيش اي حاجه؟ طب ايه قولي لنا ايه اكتر، انت دلوقتي كتبتي الكتاب بتاعك من قصص، يعني مش استوحيتي حتى الافكار بس دي فعلا قصص حقيقيه، 26 قصه حقيقيه. ايه القصص اللي بالنسبه لك كانت يعني شدتك كتبتي عنها وشدتك واستغربتي؟ بصي اكتر حاجه شدتني وده اللي جه منها اسم الكتاب اللي هي مرأة بميت راجل، بنت بميت راجل، ده فصل في الكتاب. وده مش قصه واحده، دي حاجه يعني ده فصل بيتكلم عن الحاله العامه لبنات كتير قوي. انا معظم الناس اللي بقعد معاها تقول لي لازم تتكلمي عني ان انا بنت بميت راجل وشايله المسؤوليه، وان انا دايما بخش في علاقات وبيبقوا خايفين ان انا ابقى قويه عليهم فبيهربوا. يعني احكي لنا قصه كده، يعني عايزين قصه هي اللي شدتك. قصه شدتني، طيب بصي في من القصص عندي قصه واحده انا اعرفها صاحبتي، بالمناسبه بقالي كتير قوي سنين ما شفتهاش، بس القصه دي قصه ست، دي نموذج انا بحبه قوي، دي نموذج ست قويه، انا بشوف انها ست قويه جدا. قويه لان هي دي كانت متزوجه من كذا سنه وربنا رزقها بطفل، والطفل ده مات بعد ست سنين، وعنده ست سنين توفى. جالها حاله اكتئاب مش طبيعيه في الاول، قعدت كذا سنه الموضوع، وبعدين في وسط كده كانت بتشتغل وعايشه حياتها، وكانت دايما بتديني طاقه وبتديني امل وتفاؤل ان انا لازم اكمل وايه المشكله والحياه بقى فيها احسن. بعدها بفتره اتجوزت، بعد ما اتجوزت بسنه تقريبا جوزها توفى بالكانسر، وهي كانت حامل. لما ولدت ابنها جاله برضه كانسر، توارث المرض بالظبط. يلا دي يعني لحد دلوقتي موجوده، تحملت ضغوطات كتيره قوي، يعني تحملتها من جوزها لابنها ولابنها التاني، وفات امها كمان في نفس الاسبوع بتاع وفاه جوزها. الست دي غير مشاكل على الميراث وكده مع اهل جوزها، الست دي على الرغم من كل ده وماديا ما هياش ست قويه، مش مستقره ماديا، بتنزل تشتغل بتصرف على ابنها وبتعالجه، وفي نفس الوقت هي متفائله جدا للحياه. هل ست زي دي ما ينفعش تطلقي عليها لقب ان دي ست بمليون راجل مش براجل واحد؟ مش راجل بس تحملت الوضع اللي هي تعرضت له. هي عندها حاله اصرار رهيبه ان الولد ده يكبر ويبقى شاب ويشتغل وما عندهاش غيره في الدنيا، يعني هي فقدت واحد وفقدت اب وبتعالج طفل ومكمله وتشوفيها عادي جدا عايشه الحياه. طيب معانا اتصال، عارف من القاهرة. الو الو عارف، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب، تحياتي لكم جميعا. شكرا جدا. الموضوع اللي بتتكلموا فيه ده موضوع مهم جدا طبعا. هو عموما مفيش مشكلة بالنسبة للمرأة المصرية ومفيش مشكلة بالنسبة للراجل المصري، لان جينات المصريين بصفة عامة مليانة كنوز، جينات المصريين بيتوارثوها من 7000 سنة طبعا. جيناتهم جاية من عند الأهرامات وجاية من عند أبو الهول، جيناتهم جاية من حضارة. المشكلة حصلت، المشكلة فين؟ إن في السبعينات
دخلت على مصر ثقافة غريبة مش طبعا. بتاعتنا ثقافة إخوانية، ثقافة سلفية، ثقافة وهابية، ثقافة لا تحترم المرأة. هذه الثقافة أستاذ عارف بس يعني بنقطع كلامك خليه بس يكمل. هذه الثقافة عليكم انتوا كإعلاميين انه تحاربوها، لأن الثقافة دي في حقيقتها لا تحترم المرأة مطلقا. المرأة بالنسبة لها ليس لها طب احترام في ثقافتها. الثقافة دي مطلوبة على مدينة الانتاج الاعلامي كلها ان تحاربها، لان مش ثقافتنا، غريبة عننا. طب زي ايه يعني؟ عايزين نعرف ايه الغريب، ايه الحاجة النموذج اللي حضرتك شفته غريب وخلى الناس تاخد ثقافة او تكتسب ثقافة غلط او شوهت مجتمعنا؟ هي من اللحظة في السبعينات اللي الرئيس السادات في اعتقاد الشخص ان هو من اعظم الرؤساء اللي حكموا مصر أخطأ لما جاب عمر التلمساني مرشد العام للإخوان المسلمين. واحنا مش عايزين شخصا حد يا أستاذ عارف بس أكمل فكرتي بعد إذنك. ألو أيوة اتفضل. أكمل فكرتي معلش. أخطأ لما جاب مرشد العام للإخوان المسلمين في السبعينات وقال له هسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه في الجوامع وفي المدارس وفي النقابات وفي الجامعات. الرئيس السادات عشان هو من العظماء طلع في قلب مجلس الشعب وقال انا كنت غلطان، بس مع الاسف الرئيس السادات ملحقش يصلح غلطه لان قتلوه. كان يجب على النظام اللي جه بعد الرئيس السادات انه يصلح خطأه، لكن مع الاسف قعدنا في متاهة 40 سنة في متاهة. ثورة 30/6 صححت الاوضاع. عليكم كاعلاميين وكمثقفين وككتاب وكفنانين انكم ترجعوا الثقافة المصرية زي ما كانت موجودة في الخمسينات وفي الستينات. كانت المرأة بتبقى لابسة ميني جيب محدش بيبص لها، دي حقيقة، محدش بيعاكسها. ليه؟ لان كانت ثقافتنا ثقافة المصريين. انا عايزكم معلش ترجعوا لصور جامعات مصر، جامعة عين شمس وجامعة اسيوط وجامعة القاهرة. جميلة. شوفوا شكل الطلبة كانوا ايه في الخمسينات والستينات، وشوفوا شكل الجامعات دلوقتي وصلنا لايه. وصلنا لعفن فكري. ثقافة مش بتاعتنا، غريبة عننا للأسف. الغريب يرجع بلده. الثقافة دي مش بتاعتنا، ملناش علاقة بيها. انتوا لازم هنا في مصر في حالة حرب، لازم انتوا تشتغلوا، لازم تساعدوا طبعا، لازم كل الاعلاميين أكيد. والمثقفين. استاذ عارف استاذ عارف بس عشان وقت الحلقة، احنا عايزة اعرف من وجهة نظر حضرتك مفروض تبقى ايه العلاقة النموذجية ما بين الراجل والست؟ العلاقة النموذجية، العلاقة قائمة على الحب والاحترام. حب واحترام. وده نكتسبه ازاي؟ ايه؟ نكتسبه ازاي؟ عن طريق الفن ولا التعليم ولا ايه بالظبط؟ غير بخلاف الاعلام طبعا، يعني احنا بنعمل اللي علينا والله. الثقافة بناخدها منين حضرتك؟ الثقافة بناخدها من الاعلام، بناخدها من الفن، بناخدها من المدرسة، منظومة التعليم كلها، بناخدها من الجامع، بناخدها من الكنيسة. صح. كل المؤسسات دي تشتغل. كل ده بيعكس الصورة بتاعت المجتمع. الفن مرآة المجتمع، اللي بيكتب برضو بيعكس صورة عن المجتمع. بالزبط. كلام حضرتك طبعا يعني يحترم جدا، واكيد ان احنا استفدنا من الكلام ده. بنشكرك جدا يا استاذ عارف، شكرا. هو فعلا ما العلاقه النموذجيه ما بين الراجل والست المفروض تبقى قايمه على الحب والاحترام. هل بالنسبه لك احنا فقدنا الحب والاحترام؟ فقدنا الاحترام. لا بس هو برضو اتكلم في نقطه مهمه عن الحاجات اللي احنا بنكتسبها عن طريق وسائل الاعلام. اقول لك يعني حاجه تعليقا على مكالمه استاذ عارف، انه انا في فصل من الكتاب عندي، ودي من الحاجات اللي انا برضو بستغربها جدا. احنا فين من زمان؟ يعني انا بقعد اتفرج على صور لاهالينا والامهاتنا وازاي كانوا بيبقوا لابسين ورايحين الجامعه فعلا بالميكرو، تنزلي وانت رايحه فرح بتبقي لابسه الفستان السواريه. شوفي حفلات ام كلثوم زمان، شوفي الناس كانت بتروح الحفلات لابسه ازاي، في رقي ولابسين ازاي، وستات عمرك ما سمعتي عن حالة تحرش، ولا كان الراجل بيحترم الست، كان بيعرف يدلعها، كان الراجل بيعرف يحب الست. احنا هنقف عند الحتة دي ازاي يحب الست ويدلعها، عشان معانا سهى. الو 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 سهى ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ متابعانا؟ طبعا. احكي لنا كده، عندك تجربة او وجهة نظر نقدر نستفيد منها؟ الو الو ايوه مع حضرتك، سمعنا كويس؟ سامعاكي.
طيب قولي لي كده، يعني انت شايفه ايه وجهه نظرك؟ تقدري ان انت تفيدينا بايه، او لو عندك تجربه كل الكلام ده؟ صوت مش واضح يا سهى. اصلا الراجل يحترم الست في كل حاجه، تمام، يقدرها. صح. الو، ايوه. يحترمها ازاي بقى يا سهى؟ قولي لنا كده. يعني يعني انت كست، انت ازاي تخلي شريك حياتك يحترمك؟ يعني هل انت اللي بتسستميه على ده؟ بتتفقوا مع بعض؟ ايه؟ انا متجوزه. انت متجوزه؟ طب احكي لنا، طيب قولي لنا علاقتك ايه بزوجك، او انتم متفقين على ايه؟ يعني في لغه حوار واحترام ما بينكم؟ يا سهى، هو الخطا. طيب خلينا نرجع تاني لحته الدلع والحب وكل الكلام ده. هقول لك حاجه. زمان ليه تعالي نفكر كده، نحسبها حسبه بسيطه. زمان كانت الست لما جوزها بيتوفى كنت تلاقيها مثلا تقعد بالسنين حزين عليه، وما تتجوزش بعديه، وتقول لك لا انا هربي الولاد، او بجد بتبقى لابسه اسود، ده حزنا فعلا من جواها، حزن داخلي على الراجل ده. دلوقتي الست ما بيصدق اصلا الراجل يخرج بره باب البيت، مش بس ان هو لا بس والله، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه والله مش عايزين، او مش عايزين برضو نعمم، مش هنغمق يعني الصوره. صح. بس خليني برضو الوم على حاجه في ستات. تلاقي الست مثلا متجوزه وجوزها فعلا راجل كويس، بس احنا بقينا بنشتكي في المطلق. صح. يعني اخبارك ايه، عامله ايه، انت متجوزه؟ اوعي تتجوزي، اوعي تفكري تتجوزي. الجواز ده مشروع اجتماعي فاشل، فبالتالي اللي بره طبعا خلاص هيبقى خايف يدخل. دي يجرب حقيقة. لانه انا شايفاكي وشايفه صاحبتي وشايفه 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 كل واحده بتقولي لا ما تتجوزيش ما تتجوزيش، تخوفني من الجواز. طب وهو على الناحيه الثانيه صحابه كلهم بيخوفوه برضه من الجواز طبعا، وكل واحد يقول له يا عم انت هتشيل هم ليه، وهتشيل مسؤوليه، وهتجيب عيال وتربي وتصرف، طب ما انت عايش حياتك. دي حاجه. زمان كان الراجل بيحترم الست، بيقدرها. تلاقي زمان الراجل يوم جاي يوم الخميس حتى لو ما خرجهاش وفسحها، يقعدوا يشربوا كوبايتين الشاي في البلكونه، يسمعوا الراديو، ياخدها يعشيها عشوه حلوه، سينما. تبقى انت والراجل زمان كان له هيبه، يعني حتى لو كان احن واحد في الدنيا ولذيذ وطيب، بس راجل هيبه ماسك العصايه من النص. برافو عليكي. طب انا بحبك بس بحترمك، بعمل لك احترام. دلوقتي المشكله الحقيقيه في الجواز او في العلاقه بين الراجل والست في مصر مفيش احترام. دي حقيقه. ايه معانا الباحث الاجتماعي علاء وهدان. الو الو، مساء الخير. تحياتي لحضراتكم ولضيفه حضراتكم الكريمه. شكرا جدا. وبحب اشكركم فعلا على تناول هذا الموضوع، لان دي اشكاليه خطيره جدا فعلا المجتمع بيعاني منها. ازاي نعالج هذه الاشكاليه حضرتك؟ ازاي؟ اولا الاسره عليها دور جدا. الاسره بادئه النهارده من كيفيه تنشئه الطفل، في كيفيه احترام العلاقه بينه وبين اخته، بينه وبين زميلته في المدرسه، بينه وبين صديقته، اي حاجه. فبالتالي الاسره لو انما المشكله في الاتي، الاب والام التخموا في جمع الاموال وتوفير الاموال للابناء ونسيوا الجانب التربوي. صح. التربوي اللي هو كيفيه الحوار وتنشئه الابناء. طبعا. دي جزئيه. نيجي بقى لدور المدرسه. المدرسه عليها دور كبير جدا. ازاي الانشطه التعليميه داخل المدرسه نوظفها لاكساب الطلاب هذه القيم اللي هي قيم المواطنه، قيم حب الوطن، كيفيه التعامل مع الاخرين، احترام الاخر، احترام المراه. يبقى النهارده الانشطه المدرسيه لابد ان احنا نوظفها، انما المدارس دلوقتي ما بتقومش بهذا الدور. فيا ريت وزير التربيه والتعليم يركز على هذه الجزئيه. الطلاب بيضربوا المدرسين. الطلاب بيضربوا والله يعني ما عادش الاحترام نفسه بقى مفقود. اللي بنطالب بيها وزير التعليم العالي الدكتور عبد الخالق مجدع النهارده، ازاي النهارده يجي يتم تدريس الثقافه او التربيه الاسريه داخل الجامعات؟ لان النهارده الشباب لما بيتخرجوا من الجامعه ما درسوش وما عندهمش كيفيه. هو كفتين ميزان، يعني تربيه في البيت وتعليم، وبرده في تربيه برده في التعليم طبعاً. نفسه. صح؟ لما تيجي النهارده حضرتك، النهارده لما يتم تدريس كيفيه تكوين اسره والتنشئه الاسريه داخل الجامعات، يبقى النهارده يبقى الشاب متخرج من الجامعه عنده القدره ان هو يقدر يكون اسره. صح. يبقى عارف حقوقه ايه، واجباته ايه تجاه اسرته وتجاه ايه الزوجه. النهارده وسائل الاعلام عليها دور كبير جدا، ويمكن القناه بتاعتكم والبرنامج بتاعكم من البرامج الهادفه اللي هي فعلا بتبني القيم داخل المجتمع.
فبالتالي النهارده كل وسائل الاعلام لو حذوا البرنامج بتاعك وحذوا القناه، يبقى النهارده هنقدر ننشئ التنشئه الصح ونقدر نحسن العلاقات ونقدر نعيد تغيير القيم اللي هي تم ضعفها فعلا. طب معنى كده ان حضرتك شايف انه الست مفروض ما تشتغلش عشان تعرف تربي ولادها والراجل هو اللي يجمع الفلوس ولا ايه؟ بالانس. حضرتك على حاجه، ما في قصص صح؟ لزوجات ناجحه عملوا المعادله الصعبه وربوا تربيه صح. هي المشكله النهارده ازاي تقدر توفق ما بين حقوقها وحقوق اطفالها وحقوق زوجها في كيفيه اداره الوقت. صح، لان احنا النهارده بينقصنا كيفيه اداره الوقت داخل، سواء داخل المدرسه، سواء داخل الاسره، سواء داخل العمل، لان النهارده قيمه الوقت عند الغالبيه مننا ما بقتش بالصوره المستوى وكيفيه اداره هذا الوقت. صح. والله يعني حضرتك قلت الخلاصه. شكرا جدا يا استاذ علاء على مشاركتك. ده حقيقي فعلا في يعني القيم والاخلاق اللي احنا اتربينا عليها تم هدمها. البيت والبيت ما بقاش بيربي، المدارس ما بقتش بتعلم كويس. البيت. انت كنت قلتي انه الراجل اللي هو اللي بيتحمل مسؤولية، اللي بيحترم المرأة، كل الكلام ده، هل في امل ان الراجل ده يرجع تاني؟ ولو عايزينه يرجع، يرجع ازاي؟ يرجع ازاي؟ ربي ربي الولادنا ان هم يطلعوا في بيئة طبيعية. ما ينفعش يطلع يلاقي الاب والام بيتخانقوا مع بعض بالالفاظ وواقفين بيزعقوا لبعض. ما ينفعش. يعني انا عمري ما افتكر ان انا شفت ابويا وامي بيتخانقوا مع بعض بالالفاظ، ولذلك انا لما اجي ارتبط براجل انا لازم اديله احترامه زي ما انا امي بتدي لابويا احترامه. هي عادات متوارثة. هي بتبقى كده. البيت مش زي ما بيقول لك البني ادم هو عنوان اهله او عنوان بيته والبيئة اللي جه منها. ما ينفعش تطلبي من الراجل او من الست انها تحترم الطرف الاخر وهي ما تربتش على الاحترام. صح. بدون قطع كلامك خلينا معانا تليفون ندى. اوكي ندى. الو. الو، ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. احكي لنا كده ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ واضح ان هو مثير جدا للجدل. انا عندي 19 سنه. 19؟ ولا جامعه لسه صغيره صغيره قوي يا ندى. طب احكي لنا. ربنا معاكي. لازم نستفاد من كل الاعمار على فكره، ما يعني مش بالسن. انا كنت عايزه اوصل رساله للاهل بس، يعني كل الاهل اللي بيشاهدوا البرنامج، يعني قربوا من ولادكم. بجد قربوا، اتصاحبوا عليهم. لان يعني هو بصراحه الموضوع ده تعبنا جدا، مش انا لوحدي. انت مامتك وباباكي قريبين منك يا ندى؟ لا خالص خالص. يعني ما حاولتيش حتى ان انت تصاحبي عليهم او تحاولي تفتحي معاهم اي حوار؟ صوت التلفزيون شوية. لا الصراحة يعني مش بعرف، يعني انا حاولت كتير ان انا اقرب منهم بس انا مش بعرف. يعني عندي لا ده حاولتي ازاي تقربي منهم؟ يعني هل مثلا بتيجي تحكي لهم عن حاجات بتحصل معاكي انت وصحابك او تقولي لهم انا خارجة مش عارفة فين؟ حاولتي ازاي تقربي منهم؟ مع امي بس، يعني بابا. وكان ايه رد فعلها؟ شدد من نوع ان انا بخاف اتكلم معاه. بيضرب يعني او بيبقى عنيف معاك يا ندى؟ باباكي لما بتيجي تتكلمي معاه او لو اتضايق منك في اي تصرف بيبقى عنيف معاكي؟ جدا. طب ليه ما تحاوليش ان انت تشوفي اي زاويه ان انت تحاولي تكسبيه؟ ما انا يعني الخوف اللي هو مربهولي ما اقدرش اتكلم معاه خالص نهائي. طب اتكلمتي مع مامتك؟ قلت لها يعني عايزه احاول ان انا افتح حوار مع بابا؟ قلت لها يعني قلت لها دي مشكله في حياتي، يعني انا بخاف، يعني لدرجه ان انا لو عيني جت في عيني انا بخاف اصلا ان انا بعيط. يعني بس لو جت في عيني واحنا قاعدين مع بعض انا بعيط. دي من الحاجات. طب معلش لما بتيجي تتكلمي مع باباكي عامه بيبقى ايه رد فعله؟ يعني بيزعق، بيشخط، بيبقى ايه رد فعله لما تيجي تتكلمي معاه في اي حاجه؟ لا بتكلم معاه في اي حاجه عاديه عادي، بيرد فعل عادي، انما لو حاجه زعلته او ما بيحضنكيش، ما بيبوسكيش. لا نهائي. مفتقده للحنان تقدري تقولي. وهو ده بقى العيب اللي في الاهل. هو ده اللي بيوصلنا ان احنا نتجه للسوشيال ميديا وان احنا نرتبط من على النت، وده كله هو ده سبب المشكله. طيب هل مامتك حاولت تتكلم مع باباكي؟ بتتكلم معاه عادي، يعني هما العلاقه بينهم كويسه. لا بس هو في نقطة برضو عايزة ألمسها معاكي، يعني أنت مفتقدة الحنان من باباكي. أيوه. ومامتك؟ لا يعني مامتي أنا عارفة يعني إيه، أنا أحس منها. طيب ندى ممكن أقول لك حاجة صغيرة معلش؟ اتفضل. قربي له. يعني لو هو اللي ما بيحضنكيش روحي أنت احضنيه.
ما انا بتكسف اصلا يعني. لا ما تتكسفيش لانه ده ابوكي، يعني ما تتكسفيش ان انت تقربي له. يمكن هو في ابهات كتير ما بيبقاش عندهم الحته بتاعت اظهار المشاعر. او رجاله كتير، رجاله كتير بتعمل بالظبط. روحي انت اللي خدي الخطوه، لان انت اللي محتاجه له وهو محتاج لك صدقيني اكتر ما انت محتاجه له. ولو انت محتاجه حضنه فهو محتاج له اكتر منك مليون مره. ولما كل ما هتكبري وهو هيكبر هتبقوا محتاجين لحضن بعض. روحي انت اقعدي واتكلمي معاه واحضنيه ودلعيه وحبيه وحاسسيه ان انت بنته. مش لازم تحكي له مشكلة. على فكره الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام مهم جدا طبعاً. الرجاله على فكره بيبقى الشخص اللي بيبقى جامد ده بتحس ان هو هش جدا من جوه مع اهلك صح؟ تنفري منهم بحجه ان هم ما بيكلموش مش حنينين معاكي. لو احد من اهلك مش حنين معاكي خليه انت يبقى حنين. صح، يعني حاولي انت اللي تشديه ليكي، فاهمه؟ غصب عنه هايلين لانك في النهايه بنته. تعمل له اكله حلوه، تدلعه، تظبطه، تعمل اي حاجه. صح، قالت له وحشتني وكل يوم وهو داخل من الشغل او الصبح لما يصحى، بس غصب عنه حتى لو هو ما بيحبش البوس والاحضان تروح تبوس وتدلع وتقول له بحبك وحشتني. انت مش فاهمه هو هيبقى عامل مع الوقت هيلين جدا ومحتاج هو مع الوقت بقى حضنها ودلعها. انت مش جريئه، هي بتقول لك ايه، انت عايزه حد يبقى جريء شويه يعني؟ لازم تبقي لازم تاخدي الخطوه. طب جربي خدي الخطوه، ولو ما عملتش نتيجه اكيد هنعمل حلقات تانية وكلميني. بالظبط كده، تعالي امسكي في خناقنا. لا بالظبط بجد، ايه دي مشكله كبيره قوي. الناس اللي هي 19 20 سنه بيبقوا فعلا مش قادرين يقربوا من اهاليهم. مش قادرين. بصي، اوحش حاجه في الدنيا انك تبقي عايشه مع اهلك ومش حاسه بيهم ومش حاسه بيهم خالص، ولا هم حاسين بيكي، وانت في عالم وهم في عالم. وانا بس انا بنتهز الفرصه ان انا عايزه اقول رساله صغيره جدا للام كمان، والام والاب، يعني رساله مهمه قوي. لازم تصاحبوا اولادكم، واسمعي لبنتك ولابنك، اسمعوا لاولادكم حتى لو بيقولوا كلام اي كلام بالنسبه لكم. يعني في امهات ما بتشوف بناتها قاعدين بيرفضوا في العرسان، انت هتقعدي زي البيت الوقف، انت هتلبسي الكفن الاسود مش الابيض. ايه يا نرمين ده؟ لا على فكره انا بحكي كلام، الكلام ده فعليا انا سمعته من كذا واحده، يعني اعرفهم. يعني في امهات قاسيين جدا على اولادهم. انا عمر امي في حياتي ما قالتلي كده. امي دايما تقول لي براحتك. بصي اقول لك حاجه، انا شايفه ان الجواز ده رزق، عارفه الرزق مع ربنا، زي الشغل، زي الحياه، زي الموت، ده رزق، ده نصيب ربنا. لو انا قعدت اركز انا ما اتجوزتش ليه، انا هتجوز مش هتجوز، السجل اللي بنسمعها كل يوم، هنفرح بيكي امتى، نفرح بيكي حيلك، هتتجوزي امتى. طب ايه هل بالنسبه لك انه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الست اللي هي بيقولوا عليها ست ناجحه ومستقله، هل ده الاسباب دي كلها ادت انه زي ما بيقولوا العنوسه يعني سوري بس مبدئيا بضحك عليهم عشان الموضوع ده بيستفزني جدا. موضوع كلمه عانس بالظبط لا تطلق على الست. خشي على الانترنت اعملي سيرش واقري في كتب. كلمه عانس تطلق اصلها على الراجل، الراجل اللي تعدى سن ال40 وما اتجوزش يطلق عليه عانس. فاحنا اللي بقينا بنطلقها على الست. انا دخلت على الانترنت وجبت اصل كلمه عانس لانها كانت كلمه مستفزه جدا بالنسبه لي. مين اللي طلعها؟ احنا اللي طلعناها. المجتمع احنا اللي طلعناها. هقول لك على حاجه، يعني لا معنى ان هي كانت تطلق للراجل وفجاه بقت بتنسب يعني بتنسب للست. دي عايز ده خلاص، انت ست عانس، انت كسرتي ال 25 وما اتجوزتيش، فانت ارض بور، فانت مش هتتجوزي. كلمه وحشه جدا. فانت هتفضلي كده. هتتجوزي يقول لك ما خلفتيش بعد سنتين ثلاثه، فانت برضو ارض بور مش هتخلفي. ومن حق الراجل ان هو يروح يخلف او يروح يتجوز عليكي. جبتي اول بيبي، طب انت مش هتخاوي. الناس دايما بتفضل في حياتك. اتطلقتي فانت وصمه عار. تفتكري ده بيؤدي ايه للبنت؟ يعني البنت بتوصل لفين لما بتسمع كل الضغوطات والكلام السلبي ده؟ ان البنت بتتمرد لدرجه الانفجار، حد الانفجار، وانها بتتخلى عن كل القيم والمبادئ والتربيه اللي اتربت عليها. يا اما الموضوع بيعمل لها عقده داخليه، يا اما هي بتبقى مش فارق لها. يعني خلاص. وبعدين لازم تبقي فاهمه حاجه، انا اتجوز عشان اتجوز جوازه حلوه واختار شريك حياتي، ان انا مش عايزه اتطلق، انا عايزه اتجوز عشان اعمل حياه. لو كل واحده فينا حطت في دماغها انها تتجوز راجل عشان تكون معاه بيت واسره واولاد،
مش انها مجرد فكره انها تتجوز عشان وخلاص تجيب عيل. لا دلوقتي الترند بين البنات اتجوزي وجيبي عيل واتطلقي. طب حضرتك انا هجيب عيل وهتطلق، انا مين اللي هيصرف عليه؟ ما انا ابوها يرميه واهلي مش هيصرفوا عليه، والدنيا بقت غاليه جدا، وانا مبقاش معايا الفلوس الكافيه ان انا اتحمل مسؤوليه طفل اكل وشرب. لا يعني وانا مش 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 حابه ان انا اجيب طفل للمجتمع من غير اب بالظبط، او يعيش ماساه بقى ان هو مولود بين اب وام منفصلين. معانا اتصال وليد من اسكندريه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام وليد. ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنناقشه النهارده؟ والله الموضوع ده مهم قوي، عندي اربع نقط سريعه كده هقول لحضرتك عليهم. اتفضل. بصي، اول نقطه اللي يعني الواحد يعني اول ما يتجوز المفروض يسال عن اهل الزوجه او اهل الزوج، دي اهم حاجه. ماشي. اوكي. نمره اثنين، لو ربنا كرمه بابناء وعياله وكده لازم التربيه الصالحه في البيت، وخاصه بيبقى الحمل الكبير على الام مش على الاب الصراحه يعني. صح. ماشي تمام. الحاجه الثالثه، الماده او الفلوس عامل اساسي بالنسبه للراجل. الراجل بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان يقدر يكفي البيت، ولو اول ما بيقل في الفلوس للاسف بيبدا يحصل مشاكل في البيت جامده قوي، وممكن توصل لنسبه الطلاق، وطبعا النسبه بتزيد كتير قوي قوي قوي. دي حاجه. الحاجه الرابعه برضه ودي حاجه مهمه قوي، الواحد لو هو مثلا شغال بره في دول الخليج او اي او اي بلد بره، حاجات الفلوس الكتير في البيت دي بتبوظ العيال، يعني بتخليهم منحرف انحراف جامد قوي، لان كل حاجه بتبقى سهله عندهم. اه، ما الفلوس ياما ومفيش توعيه، والام بتطلع فلوس ببذخ، والاب مش واخد باله، هو بره يعني مطلوب بره وعمال يبعت. طبعا. واخد بال حضرتك؟ فهو بيبقى نفسه لعياله كويسين، عشان كده يعني بيتبهدل بره، وبيكون عاوز يشتغل وعاوز عياله افضل منه. يعني الحاجه الوحيده اللي في الراجل عاوز يخلي عياله افضل منه عشان يبقوا حاجه جميله. طبعا. هم دول اللي يحملوا اسمه من بعده. لكن للاسف لو هو بره وفي البيت مراته مثلا مش قادره اللي هي تخلي بالها من العيال، العيال بيفسدوا فساد كبير جدا جدا. بس هي دي اربع نقط كنت عاوز اتكلم مع حضرتك فيها يعني. شكرا جدا يا وليد لمشاركتك. تعليق ايه؟ يعني دي خطوات عندك، خطوات عايزه تزوديها. اول نقطه قالها ان المفروض نسال عن اهل الزوج والزوجة. لازم يعني، لانه بصي لما بيحصل جواز هو مش فردين بيتجوزوا، هم عيلتين بيتجوزوا. طبعا. انا لازم اشوف اهل جوزي، العمام او العمات بتوع ولادي، هو يشوف خالات او خلان ولاده هيبقوا عاملين ازاي. العيلتين قريبين من بعض في مستوى ثقافي فكري اجتماعي على الاقل، فاهمه؟ يعني دي اول نقطه، انه الجواز دايما عيلتين بيتجوزوا، يعني ده بالنسبه لي دي من الحاجات المهمه. ولذلك انا دايما تلاقي معظم الجوازات اللي بتبوظ بتبقى دايما فكره ايه، انه انا رحت اتجوزت بس انا يا اما دايما بياخدوا واحدة حبت واحد، فخدت واحد اقل منها في المستوى الاجتماعي. انا ما بتكلمش على الفلوس خالص دلوقتي، المستوى الاجتماعي التعليمي مستوى الفكري الفكر التربية. صح. لازم تبقى بيئتنا شبه بعض احنا الاثنين. طبعا. ما ينفعش ابقى انا جاية من بيئة وانت من بيئة تانية، او انا ليا مرجع ثقافي وانت ليك مرجع تاني خالص، وبنتخانق مع بعض لان انت بتتكلم بلغة وانا بتكلم بلغة تانية خالص. انا اتربيت على حاجات وانت اتربيت على حاجات تانية. صح. فده هيعمل مشاكل لما هتيجوا بقى تربوا الولاد مش عارفه تربوهم. هيبقى في كلاش ما بين الثقافتين. ايوه. احنا يعني عايزه اقول لك للاسف فقرتنا وقتها انتهى، احنا استمتعنا جدا لانه كان موضوع شيق جدا. خلوني الاول اشكر ايه عز الدين الكاتبه الساخره مراجل. تمام. واكيد انت معانا في حلقه ثانيه، وبعتذر لكل الناس اللي اتصلت علينا النهارده، اكيد احنا معاكم كل يوم. تمام. ويعني هنبقى في مواضيع كتيره وهنبقى مستنيين تليفوناتكم ثاني. خلينا بس اخر نصيحه اجمدي، يعني اعتمدي على نفسك، ما تخليش حد يأثر عليكي، انت قوية بذاتك وبعملك وبشغلك، اتجوزتي ما اتجوزتيش ده نصيب، لكن في الآخر انت بنت وقوية. خلوني دلوقتي هنروح لفقرة مهمة جدا 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 مع دكتور مريان نادر أخصائي الجلدية والليزر بمراكز نبط. استنونا بعد الفاصل.